وللمزيد حول الأوضاع في سوريا معنا عبر الهاتف من إسطنبول الأستاذ صالح فاضل المحلل السياسي السوري. أستاذ فاضل مرحبا بك، بداية كيف تقرأ الأخبار التي تتواتر عن إجلاء مسلحي المعارضة من الغوطة إلى إدلب؟ حياكم الله وبياكم. لا شك هذا خبر مؤسف لنا جميعا، لكن المسألة حقيقة فوق طاقة الاحتمال، وخاصة في منطقة حرستة. حرستة تعرضت الغوطة الشرقية كلها إلى ضرب غاز الكلور وغاز السارين وبالقنابل العنقودية والفوسفورية والمجرمين الروس والإيرانيين والمجرمين مجرمي النظام وما يسمى بالميليشيات المساردة لنظام ذنب الكلب. كل هذه الأمور ساهمت الحقيقة في تخريب الغوطة وقتل أطفالها ونسائها. اليوم الغوطة الشرقية مقسمة إلى ثلاثة أقسام حقيقة منقطعة عن بعضها البعض بسبب شدة القصف. بدومة ويسيطر عليها جيش الإسلام، حرستة ويسيطر عليها أحرار الشام، والقطاع الأوسط ويسيطر عليها فيلق الشام. هناك تسريبات عن هدنة مؤقتة في دومة للتفاوض على وقت إطلاق النار ومنع التهجير والاتفاق على حل سياسي، وأنباء عن تدخل دول لفرض هذا الحل، لكن هذه هي تسريبات، وأظن أن هذه التسريبات صحيحة. حقيقة الأمر أن أهل الغوطة هؤلاء الأبطال سطروا ملاحم في البطولة، ولكن لا تنسى أن خسائر النظام حقيقة بالآلاف من القتلى. بالمقابل خلال الثلاثين يوم استشهد من أهلنا في الغوطة أكثر من 1252، منهم 200 امرأة وعدد كبير من الأطفال، لأن النظام الروسي والسوري والمجرمين كافة عندما يفشلون في المسألة العسكرية يهاجمون المدنيين هجوم قاسي جدا لأجل ضعضعة الحاضنة الشعبية للمقاتلين، فيلتفت المقاتلون إلى إنقاذ أهلهم أو وما أشد واللعب بهذه الحالة النفسية. ولكن هناك ولله الحمد أيضا أخبار طيبة تقول أن هناك المئات من جثث النظام ملقية في شوارع الغوطة. نعم أستاذ فضل، يعني تواصل القصف على الغوطة بالنابالم والقنابل العنقودية، مع هذا يعني موقف المجتمع الدولي لم يحدث فرقا على الأرض، كيف ترون موقف الأمم المتحدة أو مجلس الأمن؟ الأمم المتحدة كما ترى أنها هي صدى للموقف الدولي، والموقف الدولي ينقسم إلى قسمين: قسم للمتاجرة بالرأي العام الداخلي في تلك الدول، وقسم عملي نراه على الأرض بسكوتهم عن جرائم النظام وعن جرائم روسيا. فلذلك نحن نعتبر الأمم المتحدة والنظام الدولي من روسيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية هم شركاء المجرم الروسي وشركاء النظام في هذه الجرائم، ولأن السكوت يعتبر موقف. سكوتهم بل ودعمهم، السكوت هو دعم في هذه المراحل المفصلية الخطيرة. يبدو أنهم كما ذكرت سابقا وفي مقابلات تلفزيونية متعددة أنهم أعطوا فرصة للنظام لكي ينقض ويعمل المجازر في الغوطة، وإلا لهم ترتيباتهم الخاصة. حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن النظام قد استطاع السيطرة على الغوطة، لا، هو استطاع الحقيقة القتل المزيد والآلاف من المدنيين. نعم هناك هجرة من حرستة، هناك مفاوضات ربما في أطراف أخرى، يعني لكن القتال ما زال. هل يمكن التشبيه ما يحدث والله الحمد. هل يمكن المقارنة أو التشبيه بما يحدث في الغوطة بما حدث في السابق في حلب؟ الأمر المختلف الوحيد أن أهلنا في حلب عندما هاجروا إما باتجاه تركيا أو باتجاه منطقة درع الفرات اللي هي منطقة محمية ومنطقة عازلة من جرائم النظام، إلا أن الهجرة الحقيقة من الغوطة لا سمح الله إن صارت أو تفاقمت، فهي حقيقة مناطق النظام هي القريبة، ما في منطقة عازلة. وجرائم النظام البارحة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الخارجون من الغوطة تعرضوا للإهانة وانتهاك الأعراض وقتل الأطفال والنساء والتعذيب بكل بمختلف الوسائل، لأن لا يتم الانسحاب برعاية دولية وإنما بتفاهمات محلية. النظام مجرم، لا عهد له ولا إلا ولا ذمة، هو نعم. أعداء هذه الأمة وأعداء الإنسانية. نعم الأستاذ صالح فاضل المحلل السياسي السوري كان معنا من إسطنبول، شكرا لك.